لكم في هذه الديماك سونتون كيف تدخلون الأرجل بعد أن تشعل المحرك كما رأيتكم في المرة الماضية. هذا هو زرها الآن، نفس المحرك الأول والثاني مشتغلين. يوجد هذه تدخل الأرجل مع بعض وهكذا ستنزل مع بعض. هذه الوضعية مناسبة لإنزال الأرجل إن كانت الأرض مستوية، إن لم تكن مستوية فلا تنزلها من هنا، من الأحسن أن تنزلها من الأسفل، هي من الأحسن من الأسفل لا تنزل منها. عندما تأكد أن كل الأرجل دخلوا، ها هي وضعية الأرجل، هذه الأمام هكذا، وهذه نفس الوضعية هكذا. يبقى الخلف، الخلف هكذا، هذه الأمام لم أنزل البوم لكي ترون الأرجل، وهكذا الخلف. من المفروض توجد مرآة هناك، ليس إنها منزوعة، فأتخيل أنها دخلت. ثم أنزل من الأسفل وأراها بعيني أحسن. لقد تركت الأرجل قليلا لكي أجعلهم في السيبور تاعهم هكذا نورمالمون ودخل. سوف تنزل الآن، تطفئ المحرك، الآن طفأ المحرك، سوف تنزل البوم. ودائما المفرها تشوف فيه، هنا تنزع الفران روتاسيو، تحفز على الفران بي كي لا تهرب، تدور قليلا لأنها ليست على الأرجل إنها على العجلات هكذا. هي من الأحسن أنك لا تنزلهم تدخلهم من الفوق حتى تتمرن عليها كثيرا، أنصح الجميع أن يدخلوها من الأسفل أحسن. هكذا انتهينا إن شاء الله، سوف أتمم عملية من تحت، والسلام عليكم ورحمة الله. تعود بالسلم كما كان وتدخل هذون إلى أماكنهم محددة، لذلك لم كذلك كي تدخل فيما بعد في مكانها بالضبط. هذه كذلك أن الطريق ليست جيدة، ومن هنا توقظها. بسم الله، لا يوجد بريز موفمون هنا، تدخله مباشرة لأن البريز موفمون توجد التي فيها محرك واحد، هذه فيها محركين، تذهب من الجهة المقابلة لترى بعينك كذلك، وتتأكد أنها كل شيء على ما يرام. سأريكم فيما بعد فيديو على هذه الأزرار إن شاء الله واحدة واحدة، والسلام عليكم ورحمة الله.